أخبار السابعة من التناصح نبدأها كالعادة بالعناوين. بعد مطالبة محكمة الجنايات الدولية بإيقاف اليورفلي، حفتر ينفي تورط القائد في ميليشياته في جرائم ضد الإنسانية. بتنسيق مع الحكومة المقترحة، أفريكوم تشن غارات جوية على تمركزات لتنظيم الدولة جنوبية مدينة سرت. حركة المقاومة الفلسطينية حماس تنفي تصريحات الصديق الصور بشأن تورط أفراد تابعين لها في أعمال عدائية في ليبيا. مشاهدينا حياكم الله، قال قائد ميليشيات الكرامة مجرم الحرب خليفة حفتر إنه لا توجد أدلة ملموسة تثبت ضلوع المدعو محمود اليورفلي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. حفتر في مقابلة له مع صحيفة كوريرا ديلا سيرا أوضح بأنهم اعتقلوا اليورفلي بناء على التقارير الصادرة بحقه، مضيفا أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي أدلة ملموسة، وبحال إثبات تلك الجرائم فستكون هناك محاكمة وإدانة. وزعم حفتر أنه يحترم قوانين حقوق الإنسان وسلطة محكمة لاهاي الدولية، موضحا بأن الجرائم المروعة ترتكب يوميا في ليبيا، ومستغربا التركيز على اليورفلي فقط على حد زعمه. نفى مجرم الحرب خليفة حفتر علمه بوجود ترتيبات لعقد اجتماع في موسكو يجمعه رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج. وأكد حفتر في تصريحات لكوريرا ديلا سيرا تطلعه إلى الاجتماع مع المبعوث الأممي إلى ليبيا سلامة لمناقشة خارطة الطريق التي أعلن عنها فيما سبق. وبالحديث عن دعوة الحكومة الإيطالية حفتر لاختيار المسار السياسي، أوضح أنه ليس بحاجة إلى المشورة في مسألة استخدام القوة، مضيفا بأنه يفضل استخدام طرق سياسية فضلا عن استخدامه للطرق العسكرية. بدأت لجنة الصياغة الموحدة من مجلسي النواب المنحل وما يعرف بالأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق أسخرات اجتماعها الرابع في مقر البعثة الأممية في تونس، وذلك تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا سلامة. وبحسب مصدر من تونس الجمعة، فإن الاجتماع من المقرر أن يحسم ملف هيكلة الرئاسة المقترح والجسم التنفيذي، مضيفا بأن لجنة مجلس النواب مكونة من 6 أعضاء مقابل 6 أعضاء من مجلس الدولة، جرى اختيارهم من لجنة الحوار الممثلتين للطرفين. طلب رئيس هيئة صياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سلامة باستكمال المسار الديمقراطي عن طريق الاستفتاء الشعبي. رئيس الهيئة وفي مراسلة له لسلامة أوضح بأنه لا شأن لأي سلطة تشريعية قائمة وفق الأحكام الدستورية بالدستور، مضيفا أن الإعلان الدستوري يبين أن السلطة بعد الهيئة في الشأن الدستوري هو الشعب الليبي عن طريق الاستفتاء العام. قال رئيس تحالف القوى الوطنية السابقة محمود جبريل إنهم متفائلون بخارطة العمل الجديدة والتي طرحها سلامة بشأن الأزمة في ليبيا. وأشار جبريل خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك إلى أن خارطة الطريق تشمل الجميع ولا تقصي أحدا، وتحاول أن تعكس ميزان القوى على الأرض، مؤكدا أن ذلك كان مفقودا في اتفاق أسخرات حسب وصفه، مضيفا بأنها فرصة لاستيعاب كافة الأطراف المتنازعة للجلوس حول طاولة واحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية بحسب وصفه. في شأن آخر، حيث نفذت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم ضربات جوية في ليبيا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المقترحة. وشنت القوات الأمريكية ضربات جوية على بعد 170 كيلومترا جنوبي سرت ضد مقاتلي ما يعرف تنظيم الدولة يوم الثلاثاء الماضي، أسفر عن مصرع عدد من مقاتلي التنظيم. هذا وأضافت الأفريكوم أن التنظيم استغل المساحات غير الخاضعة للرقابة في ليبيا، وذلك لإقامة ملاذ للتآمر وتجنيد وتسهيل حركة المقاتلين الأجانب وجني الأموال وتحويلها لدعم عملياتها، وذلك بحسب بيان صادر عنها.
إلى ذلك، حيث قال الناطق باسم عملية البنيان المرصوص العميد محمد الغصري أن قوات البنيان تقوم بدوريات منتظمة لتمشيط ضواحي المدينة وتتبع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. وأشنت قوات أفريكم ضربات جوية الثلاثاء الماضي جنوبية مدينة سرت أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي ما يعرف بالتنظيم. للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا الآن عبر الهاتف العميد محمد الغصري، وهو الناطق باسم عملية البنيان المرصوص. بداية سيادة العميد، حياك الله معنا في التناصح. ما هو تعليقكم أنتم كعملية البنيان المرصوص على الضربات الجوية التي نفذها الأفريكوم في جنوب سرت؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية نتقدم بأحر التعازي إلى أهلنا في بالوليد في وفاة وفد المصالحة، ربنا يقبلهم بواسع رحمته. ثانيا من مصر خمس شيئات قوة من مقبرة النار بالذهاب قوة مسلحة بالذهاب إلى مدينة سرت وعملوا بوابات داخل مدينة سرت للاطمئنان على الحالة الأمنية داخل المدينة، وقاموا بالذهاب إلى منطقة الأربعين شرق مدينة سرت، كذلك وصلوا إلى منطقة نوغلية وتم تمشيط هذه المنطقة. المعروف أن هذه المنطقة قاموا فيها الدواعش صلاة العيد الأضحى، ثم اتجهوا جنوب هذه القوة إلى مسافات بعيدة جنوب مدينة سرت. الهدف من هذه القوة هو تحريك ورصد والتعامل مباشرة مع مجموعات الدواعش الوجدة. طبعا المدة القوة أخذت ثلاث أيام خلال هذه الجولة التمشيطية في أرضية جنوب سرت، رجعت إلى مدينة مصراتة. كان الهدف منها طبعا هو الاصطدام بهذه المجموعات المتطرفة، هذا من جانب، والجانب الآخر تحريك الدواعش. وبالفعل خرجت الدواعش من جحورها وانتشرت في مناطق اخرى، تم رصدها من قبل قوات الافريكوم، وبالتالي تم طردها من البلد. طيب العديد يتساءل سياده العميد، لماذا لا تقوم قوات البنيان المرصوص بملاحقه فلول ما يعرف بتنظيم الدوله؟ اولا القوه اللي ذهبت الى مدينه سرت وتمشيط هذه المناطق كلها بالواعز الوطني ودون امدادات من رئاسي، كلها بعباره عن اموال من هذه المحاور وبدون دعم من الحكومه. الحكومه لو دعمت قوه البنيان او دعمت قوة حماية شرط وتصدر رسائل تكليف لملاحقة الدواعش سوف نكون جاهزين وعلى أهب الاستعداد. طيب هل تمت مخاطبة الرئاسة المقترح من قبلكم أم ماذا؟ سيدي الكريم، لا لا لا، هذه الأمور أمنية، لا لا لا، لا داعي أن احنا نخافوا فيها الرئاسة ليبيا وأمام أمن الليبيين. هو من يتتبع تحركات دواعش وهو من يكلفنا، واحنا مستعدين نضحي بانفسنا، رجال جاهزين لمتابعه الدواعش. اعتقد ان تكلمنا على منطقه جنوب بالوليد اللي فيها دواعش، الان المنطقه هذه مملوءه بالدواعش، احنا مهمتنا كل ما يقترب هدف من مدينه سرت نتعامل معه مباشره، اما بقيه المناطق تحتاج الى رسائل تكليف وتحتاج الى متابعه من الشهيد السراج. طيب كسؤال اخير سياده العميد، ما هي الأوضاع الأمنية عموما في مدينة سرت؟ الأوضاع الأمنية ممتازة والحمد لله. سرت تعيش الآن في بأمن وأمان بعد تحريرها. عميد البلدية يشتغل بحرية تامة. قوات حماية سرت لا تدخل في الجانب المدني. سرت كل المؤسسات الدولة تشتغل، ما تحتاجه السرت هو فقط دعم المجلس الرئاسي. نعم، إذا كنت معنا العميد محمد الغصري الناطق باسم عملية البنيان المرصوص، شكرا جزيلا لك.
لذلك حيث قال الخبير العسكري نوري الصلابي في تصريح صحفي بأن ضربات الأفريكوم لما تسمى تنظيم الدولة قد تأخرت كثيرا ومنحت التنظيم فرصة لتطوير قواته وإعدادها والقيام بعمليات عسكرية. الصلابي اتهم الرئاسي المقترح والدول الداعمة بعدم اللامبالاة حيال تحركات التنظيم أعطاه الفرصة باستقطاب عناصر جديدة، وشدد على توصل هذه الضربات حتى يتم القضاء على التنظيم الإرهابي بحسب وصفه. هذا وأضاف الصلابي أن ترك التنظيم الذي وصفه بالورم الخبيث دون ما علاج سيسهم في انتشاره من جديد، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم يتكاثرون في بني وليد لوجود حاضنة لهم وكذلك بالجنوب وغيرها من المناطق التي لا يريدون لها الاستقرار. إلى صبرات، حيث أثنى المتحدث باسم كتيبة الهيش محمد الدباشي للتناصح أثنى على كلمة مفتي الديار الليبية الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني في برنامج الإسلام والحياة الأربعاء حول صبرات، والذي اعتبر معركتها أنها امتداد لمعركة بني غازي. الدباشي أكد على تنادي الشباب وثوار 17 من فبراير من كل حدب وصوب إلى صبرات عقب سماعهم لكلمة مفتي الديار حول ما يجري في المدينة، والذين جاءوا ليلقوا بأرسادهم أمام من وصفهم بأعداء الثورة وهم يتقدمون اليوم بخطى ثابتة بحسب وصفه. إلى ذلك، حيث أكدت مصادر مطلعة بأن المجالس العسكرية للمدن الأمازيغية قد اتفقت على تشكيل قوة عسكرية للذهاب إلى صبراتة وفض الاشتباك فيها. المصادر أشارت إلى أن القوة عازمة على فض الاشتباك سواء بشكل سلمي أو بالقوة إذا اضطرهم الأمر لذلك، منوهة بأن مدينة غريان ومدن أخرى ستشترك ضمن هذه القوة، ومضيفة أن الوضع قيد أو الموضوع هذا قيد التنفيذ والتنسيق. أطلق مستشفى صبرات التعليمية الخميس نداء عاجلا طلب فيه كافة الأطباء والمسعفين بالتعاون مع قسم الإسعاف والطوارئ في المدينة، ودعا مستشفى صبرات كافة الممرضين للتوجه إلى مستشفى سوق العلاقة والزواغة نظرا لما تمر به المدينة من اشتباكات دخلت أسبوعها الثاني بين الأطراف المتقاتلة. هذا وتشهد صبرات حالة من التدهور الأمني وعدم توفر الخدمات الطبية منذ ما يقارب الأسبوعين. في شأن آخر، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصور يظهر تحقيقا مع شخص محتجز لدى ما يعرف بجهاز مكافحة الإرهاب التابع لفرج جقعان ببني غازي، وكشف المحتجز بحسب الشريط تورط أفراد بميليشيات الصاعقة في التعاون مع عناصر ما يعرف تنظيم الدولة والذين كانوا في بني غازي، مؤكدا أن عددا من ميليشيات الكرامة كانوا يمدون التنظيم بالوقود والأسلحة والمال. التيوتا. شنو علاقتك به؟ عرفني به اخويا. خذ من؟ احمد السالم. احمد السالم، شنو علاقتك به؟ احمد رضي يخدم معهم من زمان، يقولون في الحشيش والحبوب. صبي يعني؟ هو عادل فتحي. باهي. وكيف خشيت الصبي؟ خشينا الصبري يوم 13/10 احنا في 2014. باهي. من طريق الثامن لو دخلونا عائلة الحداتي ابراهيم وحميد هذول السمر. خليك معي، انت حامل فكر ولا ما انتش حامل فكر؟ حامل فكر. فكرتك فيلي؟ ليش ان اخويا خذني معه وقال على السنه بتاخذ منهم فلوس. فلوس؟ تقاتل ضد الجيش وتاخذ فلوس؟ تاخذ فلوس. كم الفلوس؟ قال لي تو نجيب لك منهم حتى 10,000 جنيه. حتى؟ يعني في مبلغ اخر؟ قال لي نجيب لك منهم 10,000 جنيه تو. انت قلت لي خشينا في شهر 10 في 2014. الصابري كان محاصر بالجيش، كيف خشيته؟ ما اللي خششكم؟ ابراهيم وحميد عيلة الحداد هذوما الصمر. ابراهيم وحميد هذوما شنو؟ في الجيش. في الجيش. في الجيش. باه. والسيارة اللي دخلتنا جوا سيارة على صندوق من لورا. سيارة الجيش على صندوق شيء. وقعت اشتباكات مسلحة صباح الخميس بين القوة الثامنة والقوة 112 داخل مستودع سبها النفطي دون معرفة أسباب هذا الاشتباك. هذا وتجرى مفاوضات حاليا من أجل إيقاف النزاع وتجنيب المستودع الدمار والتخريب وسط هدوء حذر بين القوتين، وكل ذلك بحسب مصدر مؤكد من هناك.
نفت حركة حماس ما قالت إنها ادعاءات رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس الصديق الصور حول إلقاء القبض على خلية تابعة لحماس، مشيرة إلى أنها عارية عن الصحة. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن حديث رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس الصديق الصور عار عن الصحة تماما، وأنهم يستغربون الزجة باسم الحركة في المعترك الليبي الداخلي، مضيفا أن هذه ليست المرة الأولى التي يزج باسم حماس في المعترك الليبي وغيره بهدف النيل من الحركة وضرب مصداقيتها. أوضح مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام صديق الصور أن عناصر تنظيم الدولة المقبوض عليهم أثناء تحرير مدينة سرت ينتمون لجنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت حقائق نشأة التنظيم ووصوله إلى ليبيا وتورطه في العديد من الجرائم المرتكبة والمقيدة ضد مجهول. اليوم سنحاول تسليط الضوء على التحقيقات التي أجريت مع تنظيم داعش أو عناصر تنظيم داعش الذين تم ضبطهم في مدن ليبية مختلفة من قبل الأجهزة الأمنية، وبعد تحرير مدينة سرت أو خلال تحرير مدينة سرت وعناصر تم ضبطهم بمدينة طرابلس من قبل بعض الأجهزة وقوة الردع الخاصة وعناصر أخرى تم ضبطها في العديد من المدن الليبية الأخرى في الغرب الليبي أو في الجنوب الليبي. وكون هذه المجموعات التي تم ضبطها من مختلف المدن الليبية وتنقلوا على مدى السنوات الماضية في شرق ليبيا وفي وسط ليبيا وفي غربها وفي جنوبها، فمن خلال الاستدلالات والتحقيقات والاستجواب الذي تم معهم أظهر هذا التحقيق العديد من النتائج التي تمثلت في الكشف عن العديد من الوقائع والجرائم التي كانت قيدة ضد مجهول. فالتحقيقات التي تمت مع المتهمين المنتمين لتنظيم داعش والمقبوض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية في العديد من المدن الليبية أظهرت حقائق نشأة ما يسمى بتنظيم الدولة. كشف مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام ما آلت إليه نتائج التحقيق مع المقبوض عليهم من جماعة ما يعرف تنظيم الدولة ومن وردت أسماؤهم في التحقيق ليميط اللثام على الكثير من الجرائم المسجلة لمجهول. الزميل مفتاح الشركسي والتفاصيل. كم كبير من الوثائق التي عثر عليها في سرت بعد مداهمة الأوكار التي اتخذ منها ما يعرف بتنظيم الدولة مراكز للقيادة والتنظيم. مكتب التحقيقات فتح تحقيقاً موسعاً جمع فيه معلومات كثيرة عبر الاستدلال والتقصي والتحقيق، نجم عنه كشف العديد من الأحداث المقيدة لجنات المجهولين. بدأت التحقيقات مع العناصر التي تم القبض عليها في سرت أو ذكرت أسماؤها في التحقيقات كما قال الصديق الصور، ثم كشف عن بداية التنظيم كجسد فكري وكيان أمني في ليبيا، حيث ولد التنظيم حسب مكتب النائب العام على يد حسن الصالحين بالأعرج العائد من العراق والمكنى بأبو حبيبة، والذي عمل على جلب العناصر من سوريا والعراق والسعودية ليكون على رأسهم السعودي تركي بن علي ومحمد العدناني والمصري عامر الجزروي وأبو مغيرة القحطاني والعراقي أبو معاذ التكريتي، لتكون ليبيا ولاية تابعة للبغدادي وعلى رأسها أول ولاتهم وهو وسام الزبيدي والمعروف بأبي مغيرة القحطاني. كل العناصر الذين يتبعون هذه الدواوين معلومين لدينا من خلال التحقيقات بالاسم والكنية والجنسية. وحسب ما كشف عنه مكتب التحقيقات أن ما يسمى لدى التنظيم بإمارة طرابلس كانت تدار من سرت. وكشفت التحقيقات عن جرائم قيدت ضد مجهول، ولكن اتضح أن التنظيم هو من نفذها طيلة السنوات الماضية، منها مقتل النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي ووكيل وزارة الصناعة حسن الدروعي والشيخ محمد بن عثمان. عناصر التنظيم جاءت من 26 دولة أهمها مصر والسودان وتونس، ولحقت بها العديد من الدول الأخرى منها السعودية وتشاد والنيجر، لتشكل مشاركة تلك الدول في تزويد التنظيم بالعناصر
ما بين 100 شخص إلى 250 حسب الأرقام التي نشرها مكتب النائب العام. هناك أشخاص ظهروا في التحقيقات لدينا من خلال أن كثير من عناصر قيادات التنظيم تنقلوا من مطارات بنينة ومصراتة وطرابلس إلى اسطنبول ثم إلى الحدود السورية التركية، غازي عنتاب وغيرها من القرى والمدن الريفية في تركيا، وتلقوا مساعدة من أشخاص سعوديين وأتراك معلومين لدينا وأشخاص ليبيين سهلوا لهم مهمة الدخول إلى سوريا. واعتمد التنظيم في التمويل على ممارسة السرقة والنهب والسطو على المصارف تارة أو الجهات العامة الأخرى كالحقول وفرض الضرائب والزكاة على رعايا المناطق التي بداخلها. التحقيقات تفيد بأن التنظيم بدأ يعيد بناء نفسه في المناطق الوسطى والجنوبية في ليبيا، فهل ستجدي جهود الليبيين في القضاء على ما تبقى من خلايا التنظيم؟ أم أن المهمة ستترك لنفس الجهات التي عجزت عن فك شفرات الكثير من الجرائم التي أصبحت شغلا شاغلا على مدار الساعة؟ فاصل قصير وتتابعون من بعد. المجلس الاجتماعي ورفلة ينعى عضويه اللذين اغتيلا قرب بلدية مزدة. أهلا بكم من جديد. نعى المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة صباح الجمعة اثنين من مشايخ ورفلة واثنين من رفاقهم الذين قتلوا في عملية اغتيال تمت في منطقة قرب مزدة. المجلس الاجتماعي نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن المغدور بهم كانوا عائدين من رحلة جهادية إصلاحية يحبها الله ورسوله للإصلاح بين المشاشية والزنتان بحسب المجلس. هذا وأضاف المجلس بأن هذه العملية هي ضريبة يدفعها كل من يداوي جراح الوطن من داخله بعيدا عن فنادق الدول الخارجية وحمايتها حسب تعبيره، وأنه ماض قدما في مهمته في إصلاح ذات البين رغم كل الأخطار المحدقة به.
أكد مندوب منظمة التضامن لحقوق الإنسان رصد منظمتها خلال 8 أشهر الماضية 530 حادثة خطف وقتل خارج القانون في مختلف المدن الليبية. وبيّن مندوب المنظمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن أكثر من 1700 سجين موجودين في معتقل بمعتيقة طرابلس يعانون ظروفا لا إنسانية، مضيفا أن قرابة 100,000 من سكان درنة يعانون حصارا خانقا ما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، وذلك نتيجة نقص الغذاء والدواء. قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن فشل المسار السياسي في خلق استقرار ليبيا هو كثرة الوسطات والوسطاء الذين تدخلوا في مفاوضات بين الفرقاء الليبيين. وأكد ألفانو تواصل سعي للاستثمار في البلدان الإفريقية من خلال الجمع بين جانبي الأمن والتضامن، مضيفا أنه من خلال صندوق دعم إفريقيا سيستمر تنفيذ مبادرات ترمي إلى تعزيز الشراكة مع بلدان العبور الإفريقية للهجرة والسماح بذلك بتعزيز السيطرة على حدود هذه الدول. قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي فرضها على 3 أشخاص من المسؤولين الليبيين لمدة 6 أشهر إضافية، وهم رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسامين وعقيلة صالح ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل بسبب ما وصفه تواصلهم في تقويض السلام والمصالحة في ليبيا. واستند الاتحاد في قراره بحسب البيان إلى عدم حدوث تقدم ميداني باتجاه ما سماه السلام واستمرار خطورة الوضع وحالة عدم الاستقرار في ليبيا. ووفق وكالة أكل إيطالية للأنباء فأن العقوبات الأوروبية تتضمن تجميد أصول المعنيين بهذه العقوبات وكذلك منعهم من السفر داخل الفضاء الأمني الأوروبي. هددت القوات البحرية الليبية الأربعاء كافة المنظمات غير الحكومية التي تقترب من المياه الإقليمية الليبية دون ما إذن مسبق باحتجاز سفنها ومصادرتها أيضا. وبحسب صحيفة فرانس بريس فإن هذا التهديد يأتي عقب حادثة وقعت بين قوات البحرية الليبية ومنظمة غير حكومية ألمانية. كما أوضح الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم بأن قواتهم تفادوا احتجاز السفينة الألمانية خشية تدهور الوضع، محذرا كافة المنظمات غير الحكومية والتي لا تحترم السيادة الليبية باحتجاز سفنها فور دخولها للمياه الإقليمية الليبية. إلى جولتنا في أخبار البلديات. قامت فرقة الطوارئ بشركة الخدمات العامة وفرقة الطوارئ ببلدية طرابلس المركز بنقل وإزالة عدد من أشجار النخيل التي سقطت داخل ميدان الشهداء. وحسب الموقع الرسمي لبلدية طرابلس المركز فإن الأعمال تمت لإزالة أشجار النخيل التي سقطت في ميدان الشهداء ومحيطه نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح العاصفة على مدينة طرابلس. وأكدت البلدية أن العمل جاري لإزالة باقي الأشجار المتساقطة بالمدينة. افتتح أعضاء المجلس البلدي بتاجورا مستوصفا صحيا بمنطقة الكاسح بتاجورا، وحضر الافتتاح عدد من المهتمين بالجانب الصحي، حيث من المنتظر أن يساهم هذا المرفق الصحي في تقديم خدمات صحية للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة. قام فريق من كشافة طرابلس وتاجورا بزيارة لمدينة الجرابولي لمدة 2 يوم. وحسب الموقع الرسمي لبلدية الجرابولي فإن الزيارة تضمنت حملة نظافة شاملة الإشارة الضوئية وبعض شوارع المدينة وشاطئ البحر بمنطقة فم الوادي بمحلة العطايا. وتضمنت زيارة جولة داخل المكتب الإعلامي وراديو الجرابولي ومكتب الترخيص التابع لمديرية أمن الجرابولي ومقر المجلس. استلمت بلدية سبها من منظمة الهجرة مشروع إقامة 25 بئرا داخل البلدية بهدف إنزال مضخات لآبار المياه. ومن جهته أوضح عضو بلدية سبها أبو سيف لحول أنهم يستلمون هذا المشروع الذي أشرفت عليه المنظمة الألمانية بهدف إنزال مضخات لعدد حوالي 25 بئرا داخل بلدية سبها. وأضاف أن المشروع أشرفت عليه المنظمة الألمانية وقامت بتنفيذه شركة الأفق البعيد، وإلى أن بلدية سبها أثنت على هذا العمل وقدمت لهم الشكر على هذه المبادرة. قام عميد بلدية أوجلا أسنوس الفضيل
رفقة وكيل ديوان البلدية محمد حمد بزيارة إلى مستشفى أوجلة القروي. وحسب الموقع الرسمي لبلدية أوجلة، فقد تضمنت الزيارة جولة داخل مقر المستشفى للاطلاع عن كثب على سير العمل بالمختبرات وغرف الطوارئ والكشوفات والصيدلية، والاطلاع على أعمال الصيانة القائمة بتجهيز غرفة للعمليات وإنشاء مكاتب وغرف لعدد من الأقسام المستحدثة بالمستشفى. أعلن قطاع التربية والتعليم بأوجلة عن بداية التسجيل في رياض الأطفال اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من سبتمبر الجاري إلى يوم الثلاثاء الموافق للثالث من شهر أكتوبر. وحسب الموقع الرسمي لبلدية أوجلة، فإن المستهدفين من قبل قطاع التعليم هم الفئة العمرية من مواليد 2012، معلنة للراغبين في التسجيل التوجه إلى مقر رياض الأطفال مصحوبين ببعض المستندات كملف وشهادة الميلاد وشهادة الإقامة. أصدر عميد جامعة عمر المختار في مدينة البيضاء قراراً يقضي بإعفاء طلبة الدراسات العليا من دفع رسوم القيد عن العام الجامعي 2017-2018، ويأتي القرار نتيجة للظروف المالية ونقص السيولة التي تعانيها البلاد، وسيتم ترحيل الرسوم المقررة على الطلاب هذا العام إلى العام الجامعي القادم، داعياً الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره. قام مهندسون من قطاع الإسكان بمدينة الكفرة بزيارة تفقدية إلى مكب الصرف الصحي بمنطقتي السوسي ومشروع إدريس، وذلك لبحث مشكلة ركود المياه السوداء وخروجها عن المسار المحدد لها. وجه المجلس المحلي درنا رسالة إلى جميع المخابز للتقيد بسعر الرغيف ووزنه، مؤكدا عزمه تحويل كافة المخالفات إلى مديرية الأمن في المدينة. المجلس المحلي وفي بيان تحصل التنص على نسخة منه الخميس أهاب بالمواطن أن سعر الرغيف المدعوم والمسلم من قبل صندوق موازنة الأسعار للمخابز وصل إلى 100 درهم للرغيف الواحد، وأشار إلى أن وزن الرغيف لا يقل وزنه عن 120 جراما بحسب البيان. أعلنت الشركة العامة للكهرباء الخميس بدأ تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة أوباري الغازية لتوليد الكهرباء، وأعادت الشركة دخول الوحدة للعمل خطوة هامة نحو تغطية العجز والتغلب النهائي على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. وتبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة أوباري نحو 640 ميجاوات، ومن المنتظر الانتهاء من تشغيلها مع نهاية هذا العام. أقيم في مقر كلية التقنية الإلكترونية طرابلس الخميس فعالية افتتاح شهر التقنية تحت إشراف قسم النشاط ومكتب الاتحاد بالكلية. وبحسب الصفحة الرسمية للكلية، فإن الافتتاح أقيم بحضور إدارة الكلية والاتحاد العام للطلبة بالكلية ومندوبي الشركات الداعمة لشهر التقنية، بالإضافة لعدد من الطلبة. كما تم تجهيز عدة معامل لإقامة دورات تدريبية في مجال التقنية الإلكترونية، وذلك لتقوية الطلبة وتمكينهم في مجالهم وتأهيلهم لسوق العمل فيما بعد. تقام هذه الأيام فعاليات معرض ليبيا الزراعية الثاني في بلدية البونيس، والذي يتواصل لأسبوع كامل. وتعددت أجنحة المعرض من عديد المدن والقرى الليبية والتي عرضت الصناعات التقليدية المختلفة والمرتبطة بالزراعة كالعسل وعجين التمور. أول مرحلة هذا السنة الماضية شاركنا به في معرض ليبيا الزراعي اللي هو 2016، وكررنا تكرر الدورة هذه باعتبارها من كل سنة هو في نفس التاريخ 2017. وطبعا احنا يعني متخصصين بإنتاج العسل وفي نفس الوقت بيع الطرود اللي هي الخلايا النحل. وطبعا عندنا من منتجات من عسل الأتل والربيع والسدر والزعتر. أعلن رئيس منظمة روهينجيا أركان الوطنية نور الإسلام عمر حمزة عن مقتل ما يقارب من 7000 مسلم خلال 30 يوما الماضية. حمزة أضاف الخميس في تصريح صحفي خلال زيارته الرابطة الدولية الإعلامية في العاصمة التركية أنقرة أن قوات ميانمار تقوم بإخفاء مجازرها وتقدم إما على حرق الجثث للقتلى أو إلقائهم في النهر وبهدف عدم ترك أي بصمات وراءها.
هذا وأشار إلى تعرض غالبية قرى الروهينجا في إقليم أراكان لهجمات نهب وحرق ودمار على يد الجيش والميليشيات البوذية المتطرفة، منتقدا في ذلك صمت العالم أجمع حيال ما يجري. إلى جولة في أحوال الطقس على بعض من المدن والمناطق في ليبيا. قبل الختام هذا تذكير لأهم الأنباء. بعد مطالبة محكمة الجنايات الدولية بإيقاف الورفلي حفتريان في تورط القائد في ميليشياته في جرائم ضد الإنسانية. أفريكوم تشن غارات جوية على تمركزات لتنظيم الدولة جنوبية مدينة سرت. حماس تنفي تصريحات الصديق الصور بشأن تورط أفراد تابعين لها في أعمال عدائية في ليبيا. وتابعتم أيضا المجلس الاجتماعي ورفلا ينعى عضويه اللذين اغتلا قرب بلدية مزدة. ختام السابعة، الشكر لكم على المتابعة، دمتم ودام الوطن في أمان الله.